هذا واحد خونا فيه واحد الطبيعه كيهضر كيقول لك خاي حميد كي راك واش انت لاباس ولا لا. زوجوه مسكين المراه بدا كيصبح عليها حبيبه لاباس بخير شنو نجيب لك كان موس عليك انا اكن موس شنو الا لقات له المراه ودي تاكل لك مزيان ولكنها تحيدها نكملوا الزواج ما تحيدها شي بالسلملم. قال لها واخا نمشي نشوف الطبيب. مشى خط على واحد الفرملياح ولا جالسه كديكوندونسي وعينيها حيول. قال لها انا فيا هذا المرض. هي قالت له وشحال هذي وانت هذا المرض. قال لها مني الزاديست وانا هكا. قالت له الطبيب مشغول ولي في العشيه ولا عندها في العشيه. قال لها عندي الرانديفو مع الطبيب. قالت له دخل هو كيعايلك دخل عند الطبيب. قال له سي الطبيب. الطبيب قال له انت مرضك صعيب ودواك سهل. عطاه الدواء وصافطو للدار داير يدو على فمو. درت فيه المراه ندرى شنو درتي حيد يدو على فمو دار لها براي. قال كذا واحد خاينه جاب الحوت لمرتو حط لي هذاك الكيلو ديال الحوت وهي تبدع لي وهذا الحوت اللي شتي راه خانز. قال لي عيما قدو. واحد خاينا سير على مول الطاكسي. قال لي بنسولك اخويا واش دري الصغار تيخلصوا. قال لي لا. قال لي ديم لي المبروكه تنلحق عليهم. قال لك واحد الفقيه كان مشارك في الصراغله وتدير على الخبزواتي يا حنا رويت تحول الفقيه ونصالحوا ولا ما كاين عشوا ما كاين. عرض عليه هذا عرض عليه هذا الغداء والعشاء. الفقيه ولا معارك مع راسه. واحد خينا هو يجي قال لي الفقيه فين كاين القبله. قال لي فوت على الصراغله وصلي فين بغيت. نسمو والغلاف ما فيه والو بيجي فيه الرقيق. يا رقيق تقول لي سير في حالتك تقول لي الله تندير عمارة وهذاك تقول لي رقيق يا ودي سير في حالتك. خويتي زدت عطيه جوج بربيقات هو يطيح. يا هو ينوض ويه جوج بافيات ويقول له صافي وحيد البابي ويقول له وحيد دانت الكاراتي. هذا واحد قالوا لي بغيناك دير لنا اشهار ديال الجيلات مع واحد السبع. قالوا لي غطلع هنا وغيدوز من حداك السبع وغتقول جيلات ما يستحقه الرجال. قال لي واش فهمتي؟ قال لي انا فهمت. شوف السبع واش فهم. باقا فرقات على البوطة امي التوا الصبيطة هذاك الطبيب ما تيمشي لا للدار ولا هو لا مقابل هذيك التفاخة. شي جا سيمانة نهار حلات عينيها دار فيها هذيك تاع هذاك وقلها شكون انا تقول لي قال لها لا عشتي دردري على دين امي القرار. واحد البنت مشات عند الفقيه تسول وقالت لي السي الفقيه واش الا جلست مع شي واحد ما خاطبني ما مزوج بيا واش حرام ولا حلال؟ قال لها السي الفقيه حرام شرعا. واش تقول ليه ولا كنتي انت؟ قال لها كتقلبي على الجنه العفيريته. واحد الحاج مشى للجامع هو يصلي وما يمخروا ليه الصفات تجي ديال يلاه شراه من البطا ويخرج تيسب. قام ساخيت الوالدين ولاد حرموا يجي واحد السيد قال لي على الشيطان الحاج. قال لي سير في حالتك على الشيطان تيلبس 43. واحد المرة بغات تضحك مع راجلها دارت واتساب جديد ودخلت عنده قالت لي شكون معايا ممكن نتعرف عليك؟ قال لها انا واحد الراجل كنت مزوج ودابا ماتت لي المرة وكنقلب على شي بنت الناس اللي تقبل عليا انا ووليداتي. قال لها وانتي؟ قالت لي انا يا المرحومه ود الحرام. واحد الجد تياكل الفلو ويوقف عليه ولد بنته وقال لي واجدي انت تترعد والفلو تترعد غادي تحمقوا هذيك المعلقه. السلام عليكم ورحمه الله. دولوا ابوني في قناتي ديالي باش يجيكم كل جديد ان شاء الله.